السلام عليكم، محمد باسو، فنان كوميدي، ربة بيت. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا اللقاء زوين في موفيدا على شاشه الدوزيام، ونتمنى نكونوا خفافه في الظل. واش كنتي كتوقع انك غتنجح في مجال الكوميديا؟ الحمد لله ما عمري تخيلت شي نهار غنبان في التلفازه، ما عمري تخيلت انني غنربح شي مسابقه اللي سميتها كوميديا، ما عمري تخيلت بزاف ديال الحوايج. ولكن هادو من الدعوات ديال الوالدين، كانت الوالده ديما تقول لي سير ولي الله يشوهك في الدنيا قبل الاخره، يعني تشوهت الشهر. انا معروف دابا الانجاز الكبير هو انك تضحك المواطن المغربي، فهمتيني، غالي عليه الزيت البوطه يلاه داو ليه البورتابل يلاه طلع من الدروج يلاه، المهم باش تضحك هذا المواطن اللي كيعيش مجموعه من الازمات الاجتماعيه، وهذا راه بالنسبه ليا انجاز. دونك المسار هو ايجابي بالنسبه لي، انا مقتنع لذاك الشيء اللي عطيته الى يومنا هذا. كيفاش تمكنتي من التفوق في الدراسه اللي تزامنات مع العمل ديالك في المجال الفني؟ معلوم هي العلم كيرقى بمولاه كما كيقولوا، يعني العلم ما يمكنش يعطيك يرجعك اللور ولا يعطيك شي حاجه خايبه، كله ايجابي. الجميل ان باسو كيبحث في المجال اللي هو كيشتغل فيه اللي هو الكوميديا الواقفه ستاند اب بالولايات المتحده الامريكيه والمغرب. حاولت نشتغل فيه في الدكتوراه حيت قلت علاش لا ما نمنحوش واحد كما كيقولوا نديروا لا ميزون فالور لهاد الكوميديا الواقفه، ونحاولوا نشرحوا للناس ان الانسان اللي كيطلع كيدير سكتش راه ماشي كيهرج ولا كيدير البهلوان، ولا العكس، هو يوظف اللغه بطريقه شعريه كما كيدير لها الشاعر والكاتب والناقد، كيدير المجاز لا ميتافور الاستعاره الطباق، كيستعمل جميع يعني الاساليب كما كيقولوا ديال اللغويه باش انه يقدر يضحك ذاك الانسان اللي كيتفرج فيه. وبالتالي فهو انسان مبدع، انسان اللي يستحق ان البحث الاكاديمي يلتفت ليه، فهذا هو الدور ديال البحث اللي انا خدام عليه. والفن هو اللي منحني هذه الفرصه نكمل قرايتي، لانني ملي ساليت القرايه في 2007 خديت لا ليسونس من جامعه بنو زهر، الامكانيات الماديه واللوجيستيكيه لم تكن تسمح ان باسو يكمل قرايته. اليوم الحمد لله نقدر نقول ان القرب من المجال الحضاري اعطاني هذه الفرصه باش نكمل قرايتي. باسو دابا بين الفن وبين الجامعه نقدر نقول لك يعني استطعت نوفق والحمد لله، لانني كندير شي حاجه اللي انا باغيها ومرتاح فيها. واش كتعتمد على نفسك في النصوص الكوميديه اللي كتقدم في عروضك الفكاهيه؟ انا كنقول دائما ان الطريقه ولا لو جونغ ديال لا كوميدي اللي كندير ما كتسمحش لي ناخذ نصوص من عند الناس اخرين، وسبق لي انني حاولت انني نشتغل مع ناس كيكتبوا النصوص، داك الشيء خديته ما جاس مع الطريقه باش كنخدم. اذا تقريبا نقدر نقول لك 90% من داك الشيء اللي كنخدم وكنقولو سيغ سين انا اللي كنكتبو، كيبقى مثلا داك كما كيقول دي ريتوش ولا هذا دي غوتوش كيبقاو اضافات اللي كيزيدوهم الدراري اللي كنشتغلوا معاهم، ولكن غالبيه النص انا اللي كنكتبو. للاسف في المغرب باقي ما عندناش يعني كتاب ديال النصوص الكوميديه، مثلا ديال الكوميديا الواقفه اللي تقدر مثلا تعتمد عليهم وتمشي انت تخدم خدمتك وغتلقى واحد النص موجود وتزيدو غير شي حوايج خفاف ولا تحفظو باش تقدر تعطيه للجمهور ديالك. كلمة أخيرة لمشاهدي برنامج موفيدا والقناة الثانية. كنقول لكم راه الحضور ديالكم والدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم ولي كومونتير ديالكم هما اللي كيخلونا كفنان يعني نواصلوا العمل ديالنا. لولا الجمهور ما غاديش يكون الفنان، لولا القناة ولولا الشاشة ما غاديش نكونوا. كنشكركم على هذه الالتفاتة لباسو، وما تزابيوش، وشكرا جزيلا. الأجندة ديال موفيدا لهذا الأسبوع كتقدم لكم من 14 ل 16 أكتوبر الدورة الثالثة لمهرجان مروكو سولر فيستيفال بمدينة ورزازات. من 14 أكتوبر ل 10 نوفمبر غتحتضن مدينة مراكش ليكسبوزيسيون كوليكتيف دابا فوتو أون دوزيام إيديسيون في عرض تيغان دو جو. موعدكم من 16 ل 22 أكتوبر بمدينة مراكش مع لا سومان دي زانغو ليبرتي بارليامون. مدينة الرباط كضرب لكم موعد من 19 ل 22 أكتوبر مع فيستيفال غابا أفريكا في دورته العاشرة. بسينيماتيك دو طونجي من 18 ل 21 أكتوبر غيكون عندكم لقاء مع الدورة الخامسة في شيكسبير فيلم ويك. موعدكم من 20 أكتوبر ل 20 ديسمبر مع ليكسبوزيسيون دو فؤاد الشردودي.
من 21 ل 23 اكتوبر وبمدينه مراكش غيكون عندكم موعد مع فيستيفال دو ليفر دو مراكش في دورته الثانيه. نهار 27 اكتوبر بمدينه الدار البيضاء غيكون عندكم لقاء مع لا 3e edition de l'événement la nuit des stars de l'écran.